ويقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة بتنفيذ العديد من أعمال البحث والإنقاذ للجهات العسكرية والمدنية داخل وخارج الجمهورية بالوسائل المتعددة من طائرات وهليكوبترات القوات الجوية وكذا الحماية الجوية أثناء التنفيذ بأراض معادية. وسيتم الآن تنفيذ بيانا لإنقاذ 2 من الطيارين قام باستخدام الكرسي المنطلق أثناء تنفيذ المهام المختلفة، وتم نزولهم في أراض غير مسيطر عليها من قواتنا. وسيتم تنفيذ بيانا لمهمة الإنقاذ بواسطة الهليكوبتر شينوك في منطقة قريبة من الطيار المستهدف تسمح بإنزال عدد 2 بيتش باجي من الهليكوبتر شينوك للبحث عن الطيار والتقاطه ثم التوجه به إلى شينوك. والبيان الآخر سيتم تنفيذ مهمة الإنقاذ بواسطة الهليكوبتر أوجوستا باستخدام الونش الجانبي. ودائما يتم تأمين تنفيذ المهام من أي تهديدات أرضية وجوية، وتم التخطيط لتأمين هليكوبتر البحث والإنقاذ أثناء خط السير وفي منطقة العمل ضد أي تهديدات أرضية بالهليكوبتر الهجومي أباتشي، وضد التهديدات الجوية بالطائرات متعددة المهام والتي تقترب من يسار المنصة. ونرى الآن الهليكوبتر شينوك وأمامها الهليكوبتر هجومي أباتشي والتي تقوم بمهمة تنظيف المجال بالكشف عن أي تهديدات أرضية أثناء خط السير وفي منطقة العمل والتعامل معها. وبعد تحديد منطقة المتواجد بها الطيار ومن وضع التعلق في الجو، نرى الأوجوستا من يسار المنصة لالتقاط الطيار في منطقة العمل، وأمامها الهليكوبتر الهجومي الأباتشي التي تقوم بالكشف عن أي تهديدات أرضية في منطقة العمل والتعامل معها. تم الآن إنزال عدد 2 بيتش باجي من الهليكوبتر شينوك. الأول محمل بالأبطال من رجال الصاعقة الأشداء، والثاني محمل بأطقم البحث والإنقاذ. ونشاهد الآن من يسار المنصة إنزال أحد أبطال أطقم البحث والإنقاذ مستخدماً الونش الجانبي للهليكوبتر أوجوستا لالتقاط الطيار. يتم التخطيط لبقاء الهليكوبتر على الأرض بمنطقة العمل أقل فترة زمنية ممكنة، وذلك لعدم التعرض لأي تهديدات. تم التقاط الطيار الأول بواسطة الهليكوبتر أوجوستا وجاري التقاط الطيار الثاني، بينما يتم الآن عودة أطقم الإنقاذ والتوجه إلى الهليكوبتر شينوك بأقصى سرعة. بعد الانتهاء من تنفيذ مهمة الالتقاط للطيار الأول، تم مغادرة الهليكوبتر أوجوستا في ظل التأمين من الهليكوبتر أباتشي. كما تم الآن التقاط الطيار الثاني بواسطة الأبطال من أطقم البحث والإنقاذ في ظل التأمين من الحراسة المباشرة من القوات الوحدات الخاصة من رجال الصاعقة الأشداء.
بعد الانتهاء من تنفيذ مهمة التقاط الطيار الثاني، تستعد الهليكوبتر شينوك للإقلاع ومغادرة منطقة العمل. وتقوم القوات الجوية بتنفيذ الهجمة الجوية على أنصار. في المقدمة نسق التأمين بتشكيل بقوة رف من طائرات رافال للحصول على السيطرة الجوية بمنطقة العمل من خلال التعامل مع التهديدات الجوية وعناصر الدفاع الجوي. ويقوم تشكيل بقوة رف من طراز